صعب على هذا الملعب من دون أهداف. إذن المباراة انتهت مشاهدينا الكرام بتعادل سلبي من دون أهداف. الزوراء الآن يبقى في المركز الرابع، وسامراء يبقى في مركزه، تضاف نقطة لكل فريق. على أمل أن نلتقي في أوقات أخرى، أترككم في أمان الله وحفظه. العودة بالصوت والصورة إلى زميلي العزيز محمد حسين وضيفي الكرام في الاستوديو التحليلي. زميل محمد، تفضل إليك الكلمة.